السلام عليكم. توفي اليوم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة ابن زايد آل نهان عن عمر ناهز 73 عاما. وقد أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات عن وفاته في بيان رسمي، وتم إعلان الحداد الرسمي في البلاد وتنكيس الإعلام لمدة 40 يوما، كما وسيتوقف العمل في المؤسسات الحكومية وفي القطاع الخاص لثلاث أيام. فمن هو الشيخ خليفة ابن زايد؟ ولماذا كان مختفيا عن الأنظار؟ وما سبب وفاته؟ وكم الثروة الطائلة التي تركها خلفه؟ ومعلومات وتفاصيل أخرى ستعرفونها في هذا الفيديو، ولكن فضلا وليس أمرا لا تنسوا اللايك لنعرف عدد المهتمون بهذا الفيديو. ولد خليفة ابن زايد آل نهان في العام 1948، وهو النجل الأكبر للرئيس الإماراتي الراحل زايد ابن سلطان آل نهان، الذي يعتبر مؤسس دولة الإمارات ورئيسها الأول. لذلك صار خليفة الرئيس الثاني للإمارات بعد وفاة والده في العام 2004، علما أنه كان قد عين كوالي لعهد أبو ظبي عندما كان عمره 21 عاما فقط. توحيد الإمارات في دولة واحدة. بعدما كانت الإمارات متشتتة ومتنازعة، كان توحيد جيوش الإمارات السبع في جيش واحد في العام يعتبر توزيع الثروة على مواطني إمارات أبو ظبي، أحد أبرز منجزات خليفة، إذا فعل ذلك من خلال إنشاء دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية المعروفة باسم لجنة الشيخ خليفة، برج خليفة. وتم ذكر تصريح حاكم دبي في ذلك اليوم عندما قال: لولا دعم الرئيس لذلك سنسميه باسمه، وهو يعد أعلى بناء شيده الإنسان حتى الآن بارتفاع 828 مترا، وتم افتتاحه في مطلع العام 2010. اختفى خليفة عن الساحة السياسية والإعلامية في العام 2014، ورغم أنه خضع لعملية جراحية ناجحة على إثر ذلك، إلا أنه صار يختفي تدريجيا من الحضور في الأماكن العامة، كما وأسند معظم مهامه كرئيس للبلاد لشقيقه محمد ابن زايد آل نهان ولي عهد أبو ظبي ورئيس الفعلي للإمارات منذ مرض أخيه الأكبر، وهو من سيصبح رئيس الثالث للبلاد بعد شقيقه ووالدهما. وقبل الختام، أود أن أشارككم بعض المعلومات الشخصية المهمة عن الراحل، من ضمنها ثروته وأملاكه المنتشرة حول العالم. وإذ حسب التقديرات فإن تبلغ ثروة خليفة ابن زايد حوالي 18 مليار دولار، وهو يعتبر رابع أغنى حاكم في العالم، ويملك أكبر وأفخم يخت في العالم، وكان قد أطلق عليه اسم عزام. يبلغ طول اليخت حوالي 180 مترا، واستغرق بناء اليخت حوالي 4 سنوات بكلفة قدرت بنحو نصف مليار دولار، علما بأن تكاليف صيانة اليخت والاهتمام به تبلغ 50 مليون دولار في السنة الواحدة فقط، كما ويحتوي على مسابح خاصة بداخله يتم استخدامها من قبل النساء لعدم الاختلاط بالرجال في المناسبات العامة، كما ويحتوي اليخت الأكبر في العالم على مهبط خاص للطائرات المروحية. وكمثل معظم أغنياء العالم، فخليفة كان من المهتمين بالاستثمار في العقارات. ولذلك حسب ما نشرت صحيفة الجارديان البريطانية في العام 2020، الراحل يملك إمبراطورية عقارية ضخمة في بريطانيا يتجاوز قيمتها 5 مليارات جنيه استرليني، ما يعادل أكثر من 7 مليار دولارات أمريكي بحسابات اليوم. وكانت الصحيفة الأمريكية قد حصلت على وثائق تؤكد هذه الأرقام. وكشف تقرير الجارديان بأن محفظة العقارات الشخصية لخليفة ابن زايد، والتي يقع بعضها في أغلى أحياء لندن، تتكون إلى حد كبير من العقارات التجارية والسكنية عالية الجودة والفارهة جدا، فائقة الجودة وأعلى أنواع الرفاهية التي يستخدمها أثرى وأغنى سكان بريطانيا والعالم. وحسب التحليلات التي أجرتها الجارديان على السجل العقاري لمحفظة خليفة التجارية والشخصية، تبين أنه يملك 170 عقارا فخما تتراوح بين قصور فارهة منعزلة ومباني سكنية ومباني تجارية تحتوي على مكاتب للأثرياء، كما أنه يملك المباني المكتبية الراقية في لندن، ويضع ثروته في صناديق استثمارية والبنوك، والتي قدرت لصناديق التمويل الاستثماري والبنوك الاستثمارية بثروة قدرت ببدل إيجار سنوي قدر حينها بحوالي 160 مليون جنيه استرليني،
ما يعادل أكثر من 200 مليون دولار بحسابات اليوم. وكان قد تزوج الشيخ خليفة من شمسة بنت سهيل المزروعي في عام 1964، ولهما ابنان وست بنات، ومعظمهم يعملون في الشؤون العامة في الإمارات. رحل خليفة متأثرا بالمرض، ولم يترك رحيله فراغا سياسيا ولا عسكريا في البلاد، لأن الإماراتيين كانوا مستعدين لهذه اللحظة منذ زمن طويل. لذلك سنرى ثلاثة كبيرة في انتقال السلطة من الأخ لأخيه، وهو الشيء الذي لا تتفق عليه عائلة آل نهان، بل جميع حكام الإمارات الأخرى متفقين على تولي محمد ابن زايد آل نهان لمقاليد الحكم في البلاد، وهو الذي كان الحاكم الفعلي للبلاد منذ سنوات. وهكذا كان جميع رؤساء العالم يتعاملون معه. وبسبب رحيل خليفة يعيش الشعب الإماراتي حالة من الحزن الآن، فإن كثيرون يعتقدون بأن رحيل رئيس البلاد بمثابة رحيل والد البلاد. فهل تعتقد بأن الراحل قد قدم خيرا لوطنه أم لا؟ وهل ستحزن على رئيس بلادك كما يحزن الإماراتيون على رئيس بلادهم عندما توفاه الله؟ شاركونا أراءكم في التعليقات. في تاريخ استثنائي افتتحت الإمارات العربية المتحدة متحف المستقبل الذي يعكس رؤية الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ويرتفع متحف المستقبل 77 مترا، ويسمح للزوار من مختلف أنحاء الدولة والعالم التعرف إلى أفكار الغد والمساهمة في تصور المستقبل الذي تتطلع إليه البشرية. كما تتألف الواجهة الخارجية الأيقونية للمتحف من 1024 قطعة هندسية تجتمع معا كمكونات جمالية عملاقة. ويعد متحف المستقبل الأيقونة الأجمل والأحدث التي تضاف إلى أيقونات العالم الحضارية، وهو من أكثر المباني انسيابية وإبداعا وجمالا في العالم من الناحية المعمارية، بعد أن دفع التفكير التصميمي وعمليات بنائه حدود الهندسة المعمارية والمدنية إلى آفاق جديدة غير مسبوقة، وذلك عبر استخدام تقنيات هندسية جديدة جعلت منه أعجوبة في المعمار والابتكار، وهي تضاف إلى الأفق العمراني المميز لدبي موطن الإبداع الدائم. وقد صممت الواجهة الخارجية من الفولاذ، وجرى إنتاجها باستخدام أذرع آلية تعتمد خوارزميات دقيقة تسمح بدخول الضوء نهارا، ما جعل مبنى متحف المستقبل تحفة عمرانية ملهمة. استغرق بناؤها 18 شهرا على امتداد مساحتها الإجمالية والبالغة 17600 متر مربع، جعلت منه صرحا علميا وحضاريا بمقاييس عالمية. ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ومشاركته مع الأصدقاء ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.